إن الشروع في العمل الفعلي بهذه الوحدة الأمنية الجديدة يندرج في إطار تعزيز التجربة الأمنية في التصدي لمختلف الظواهر الإجرامية وإرساء دعائم حكامة أمنية متينة ومتعددة الخصائص تنهل من الرؤية الحكيمة والمتبصرة لسيدنا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتأييد. في إطار الاستراتيجية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تحسين الخدمات شكلا ومضمونا وكذا ترسيخ ثقافة مفهوم القرب من المواطنين لدى العمل الأمني، فبتعليمات من السيد المدير العام للأمن الوطني وتدخل في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الرامية إلى تحديث وعصانة القطاع الأمني، فقد أعطي هذا اليوم الانطلاقة الفعلية لوحدتين أمنيتين جديدتين، ويتعلق الأمر بالوحدة الأمنية الأولى وهي قاعة القيادة والتنسيق، بالنسبة للوحدة الثانية وهي الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة. بالنسبة لهاتين الوحدتين الجديدتين مزودتين بأحدث وسائل التقنية الجديدة والحديثة، وكذلك تضم موظفين من عناصر أمنية وأطر تلقوا تدريبات مهمة وخاصة فيما يخص تدبير المكالمات الهاتفية وكذا تقنية التدخلات بالشأن العام. إذن فبالنسبة لقاعة القيادة والتنسيق اللي كتضم عناصر كفأة، الدور ديالها هو تلقي المكالمات والشكايات عبر الخط 19، ثم تقوم بتحليلها وعكسها على مجموعة أو فرقة خاصة التي تقوم بدورها بتوجيه الفرقة المتنقلة التي تعمل في الشارع العام. وبالتالي هذه الفرقة هي الدور ديالها الاستجابة لنداءات المواطنين، بالنسبة وذلك في إطار القانون بطبيعة الحال. إذن الهدف الأساسي من هذه القيمة المضافة لهذا العمل الأمني هو تحقيق الأمن والأمان للمواطنين، ومن هذا المنبر ندعو ساكنة مدينة تمارا من أجل استعمال الخط 19 أو رقم 19 للتبليغ عن الجرائم المرتكبة أو المعاينة أو التي شاهدوها في الشارع العام من أجل ضمان تفعيل هذه الخدمة، وذلك لمبتغى المصلحة العامة. وشكراً.